راح اراويكم مسلسل بيع الديزل ما زال مستمر في أمغره. عطني التقرير. صباحك الله بالخير ابو احمد. طالع هذه بمغره صافطه، شو تسوي هني؟ وهذا جنريتر تحتها ودرمات ودرمات، خطر الاقتراب. ايش قاعده تسوي هني هذه؟ يعني هذا متروس على الارض شلون ينقط؟ يعني شايبها هذه هني قاعدين يبعون حق منو؟ ثنتين هني وواحدة هناك، ثلاث. هذا يبيع بنزين هني، ها؟ هذا مو بنزين. وديزل؟ خلي بقف، هذا مو بيع. هذا ديزل، ها؟ ايه. مالك. هذي لي سيارات ديزل ابو احمد، طلعوا مو بنزين بعد، بمغره واقفين هني، وهذا حارس عليهم. سيارتين ديزل، سياره مال منو هذاك؟ سياره ديزل بعد؟ كله ديزل هذا؟ عادي. هو يعطي مال منو هذا؟ يبيع نفرات يعني هو ديزل؟ لا بس البكر مش هنشب؟ بابا انت ليش؟ هذا سياره في ديزل، ليش واقف مني؟ ما تعرف؟ ها؟ انت شغل ما هو بابا ما يخالف، بس انا اسالك سؤال، ليش هذا السياره واقف مني في ديزل؟ انت يبيع، انت واقف مني مشان يبيع؟ بيع نفرات. أقول لمنو؟ أقول لوزير النفط أبو عاصم علي العمير؟ أقول لمنو؟ ما أدري والله. ما زال الديزل يباع، منو الجهة المفروض تراقب الأمور هذه؟ البلدية، التجارة، ما أدري والله. جابتك بنروح